سأحاول أن أبدأ الجولة هنا بالحديث مع فئة لمع بريقها في الفترة الأخيرة وهي أبناء الزواري، هؤلاء الشباب الفلسطيني الذين تمكنوا مؤخرا من الإبداع على الحدود الشرقية لقطاع غزة وبالتحديد في المنطقة الوسطى. هؤلاء الشباب هم وحدة أبناء الزواري كما يقولون، يتبنون مسؤولية حرق الحقول على الحدود الشرقية لمخيم البريج. أبدأ بالحديث معهم، يعطيكم العافية. الله يعافيك، حياك الله. سؤالي الأول لكم، ما هي وحدة أبناء الزواري؟ أولا موضوع وحدة الزواري أو أبناء الزواري هي فكرة مستوحاة من رجل سطر يعني بفكره وبأسلوبه الجديد على المقاومة، أروع ملاحم البطولة والفداء، حيث أدخل على المقاومة أسلوب جديد وهو الغزو من الجو. طبعا هذه الفكرة كانت يعني مستوحاة من هذا الرجل، من هذه الفكرة الذي بدأها، وقمنا بفضل الله تعالى بعمل هذه الفكرة على شكل مبسط، على شكل مقاومة شعبية هدفها هو يعني وضع العدو في حالة من الاستنزاف وفي حالة من الاستنفار. ما الذي دفعكم للقيام بمثل هذه الأعمال وحرق الحقول التابعة للمستوطنين على الحدود الشرقية المخيم البريج؟ طبعا نحن في كفلسطينيين لا نعترف بأن هذه الحقول هي حقول للعدو، هي أراضينا، وهذه الحقول زرعت على أراضينا ليست من حقهم، هذه أراضينا نحن أولى بها. نحن نقول لهم أننا لن نسمح لكم لا بالزرع ولا بالهناء على أرضنا، سنحرق حقولكم التي ما إن تحصدوها حتى تجمعوا بها رصاص ومال للرصاص الذي تصوبون به الأطفال وتصوبون به المتظاهرين السلميين الذين يواجهون بصدور عارية. بإذن الله الجمعة القادمة غدا سيكون الأمر مختلف تماما، الأمر سيجوب كل مناطق قطاع غزة، لن نقول عشرات الطائرات بل سنقول مئات الطائرات بإذن الله ستتجه باتجاه العدو، ستحرق محصولاتهم، ستجعلهم في حالة استنزاف وإرباك بإذن الله. اليوم الجمعة كالعادة، اليوم الجمعة الرابعة، طبعا معروف من أول جمعة لحتى الآن وإحنا بالرابط في المكان هذا في أراضينا. اليوم في كذا جمعة وكذا في الأيام اللي راحت اشتغلنا وقدمنا وراح منا شهداء وراح منا جرحى، بس اليوم اتطورنا لشغلة يعني الكل بيحكي فيها والكل شافها وعارف إيش هي. اليوم اتطورنا لطبقة، إلى طائرة هوائية. الطائرة الهوائية هذه عبارة عن طبق تبع الأطفال اللي بيطيروا على البحر. اليوم اتطورنا، إحنا أخذناه لشغلة أهم، اتطورنا نحط فيه مالتور. اشتغلنا الطبق هذا وجهزناه وحطيناه في دنبه الديل تبعه اللي هو الكاس اللي فيه القطن والملتوف، وزي ما انت شايف طبعا هي ولع وغرب شرق، فان شاء الله يعني هذا الشغل يعني حتولع وحتحرق اراضي وحتحرق دور. ايش احنا بنوصل المسافه تبعتنا في النقطه اللي اتصل فيها حتحرق مكان كبير. يعني يوم الخميس اللي قبل 3 ايام في شباب الوسطى، يعني ربنا يقدرهم ويعطيهم الف عافيه، حرقوا حوالي 100 دولار في الوسطى واشتعلت الأراضي 48 كلها هناك، والكل صار يحكي فيها.